اليوم كانت تواجدوا داخل المحطة الطرقية بإنزكان وخصوصا محطة سيارات الأجرة اللي كتعرف واحد الإقبال في كل مناسبة. واليوم الحمد لله كنشوفوا بأن الأمور عادية والأمور يعني تسير في اتجاه الذي يريده المواطن، لا من ناحية تواجد عدد الكافي لسيارات الأجرة من ناحية التنقل ديالهم، وكذلك من ناحية الأثمنة المناسبة والتي هي في متناول جميع المسافرين. بطبيعة الحال كنشوفوا هذه السنة هذه الاكتضاد، ليس هناك اكتضاد كما السنوات الفائتة نظرا لأن هذا الوباء هذا اللي بهذه المناسبة كنطلب الله سبحانه وتعالى على يرفعوا علينا. وكنأكد بأن جميع السائقين الحمد لله محترمين التدابير الاحترازية ومحترمين القانون ديالهم، وكنتمنى الله باش يكون كل شيء بخير وعلى خير. وأبشركم ببركة وتحية لكم. في الأيام العادية كنا فاش كانوا 6 ديال الركاب كانت 120 درهم، الآن كاين 150 درهم، يعني كاين 5 ديال الركاب لأن نظرا اللي يعني ديك 75% ديال الاحترام ديال التدابير الاحترازية كاين 175 الفرنك، 150 درهم للشخص، يعني ما كاين لا زياده لا والو. بالنسبه حنا التواجد ديالنا اليوم في محطه انزكان والاخوان ديالنا المهنيين ديال انزكان، تنعرف كي تعرفوا الاخوان بان مدينه انزكان تتعامل مع مدينه مراكش. وبالنسبه للاخوان الزبناء اللي على طول السنه وخا في هذا العام ديال كوفيد 19 اللي كان واحد التأثير وتأثير كبير على بالنسبة للسيارات الأجرة، اللي كان واحد ضرر بالنسبة للإخوان اللي كانت فيها الناس هذه الكريدي وهذا، ولكن الحمد لله حاليا كاين ديك عملية انتقاء الزبناء ولكن بطريقة عادية. التسعيرة الحمد لله التسعيرة باكين باكين العواشر كالأيام العادية، ما كاين لا زيادة لا والو، ولكن الزبناء ديال التاكسي الحمد لله تيجيو عادي، انت يجي الطاكسي تيطلع ولو ما تيسول حتى هو تيطلع وتيسحب هو شي ثمن زايد عليه هذاك، ورغم هذاك الشيء تيكون الثمن عادي كالايام اللي فات على طول السنه. ملي تبدل الاسطول على صعيد الوطني ولا كاين واحد الجوده في التاكسيات اللي كلها البلاصه ديالو، كاين واحد الاريحيه حتى لذاك الزبون تيمشي وفي نفس الوقت المسافه تيضربها في واحد الوقت اللي هو ضيق، ماشي كي كان الحديد القديم كانت 240 وتيدير واحد 4 سوايع ولا 3 سوايع، الحمد لله الان في واحد جوج ساعتين ونص وتيمشي باريحيه، زائد حتى الطوموبيل تتساعد على اساس بانه الزبون تيرتاح ليك. الاجواء مزيانه، داس مزيانه بخير، الناس متراضيين، تيخلصوا داك الشيء اللي تيقولوا لهم زعما داك الشيء مناسب. لا الزياده ما كايناش لان اسمو سياره الاجره كتديهم تيرجعوا خاويين، داك الشيء اللي زعما جد مناسب، ما عندنا لا صداع لا والو، الناس كتخلص. خو بالنسبه للاثمنه ديال الطاكسي كاينه ديك البلاصه اللي كانت اللي هي ناقصه، هي اللي فرقوا علينا حنا بخمسه اثمنه باش نمشيو في اليامات العاديه هي اللي كاينه دابا، كنا تنمشيو ب 2500 2400 دروك كاينه 3000 ريال. وبالنسبه للطاكسي تا واحد انت راه هذيك البلاصه اللي نقصوا ليه هي اللي تقسمات علينا حنا خمسه الناس، اثمنه مزيانه على الراحه ديال المواطن، ولات تجيب لها محيده السنكر مضروبه مزيانه. دابا الطاكسي في البليصات كله مرتاح بلياصتو مزيانه. اثمنه عاديه 3000 ريال دابا هما دايرين كان 2400 دابا الناس سميتو ناقصه البلاصه راه قسموها باش سميتو مواطن بنادم تيمشي الطاكسي مرتاح عادي، هذا الشيء اللي كاين اخويا. بنادم عادي بنادم راه 2400 ناقص اليوم بلاصه راه قاسمينها بحال قلتي 5 دراهم ولا سميتو هذيك سميتو هذيك.